شاعر رقم 8 تيسير سالم الحويطي من الأردن. تيسير قبل لا تبتدي سمحونا ايضا اساتذتنا اعضاء اللجنه وجمهور المسرح نحب نسمع اكبر واجمل وارقى تحيه للشاعر الاماراتي الكبير جمعة الغويس اللي تكرم امس بجائزه ابو ظبي على الاعمال الشعريه المميزه اللي قدمها وتستاهل ومرحبا بك يا ابو مانع شاعر مميز في الامارات تفضل يا تيسير اللجنه امامك والجمهور لك. سلام يا دار الفلاح خليفه شموخ عز المشرعات الرهيفة متصدرة بالطيب ما هي وصيفة في طيب أهلها زايد الخير ما مات سلام من قلبي تسامى تسامى من دار عبد الله عقيد النشامى سلام من قلبي تسامى تسامى من دار عبد الله عقيد النشامى الهاشمي ريف الضعاف اليتامى شاعر ومثل دولتي والحويطات الله يمسيكم بالخير اسمحوا لي بداية أنا أبارك لأخواني المتأهلين الليلة وأبارك لأخوي أسامة السردي نص بعنوان مثير للجدال اترك اللي تبقى من غيابه تعال شوف ليل المعنى في غيابك طويل ليه لا جيت حادي فوق ركب الوصال أنت هيبك مقام وتبتدي بي رحيل داخلي تمتمات وأمنيات وسؤال في الجعوج المحاني ضاق فيها الصهيل ما جهلتك حقيقة أو فهمتك خيال يا قريب وبعيد وممكن ومستحيل بك رويت الأماني عن سراب المحال تارك الحلم ضامي باسم صبر جميل بين قلبي وعقلي يا مثير الجدال أقبل أعذار صدك لو ملكت الدليل ارتكبت الحقيقة في جنون احتمال وابتسمت لمحالك في تودد عليل تشبه الانتظار وفتنة الارتحال يا كريم المفارق في وصالي بخيل صمت بعدك تأمل وانتظرت الهلال طول الوقت وابطى عيد وصل الخليل سقتني لمنياتي والليالي طوال اسقني من زلالك رشفة السلسبيل جيت يمك فقير وفي يديني سلال ردني للسنابل للزهر للنخيل امتطيت الإرادة واحتزمت المثال كل خطوة بداية كانت الألف ميل طالبك بعض حق الود يا ابن الحلال ساعيا للكثير ومقتنع بالقليل وسلامتك بسم الله الرحمن الرحيم أحيي جميع الحضور والمشاهدين وتيسير شكرا على هذا النص التيسير في عندك هنا في تناقض ما بين موقفك وموقف الحبيب أنت مقبل عليه وهو مدبر عنك كذلك في ذاتك في نفسك هنالك صراع هذه عادة أنت مجرب في نفسك في صراع برضو بين اليأس والأمل فهنا هذا التناقض في التناقضين ولد كثير جدا من الطباقات والمقابلات اللي هي الكلمات المتضادة بعضها مع بعض حيث أن القصيدة كلها قامت على هذا النمط من المتقابلات والمتضادات وهذا شيء طبيعي يتناسب مع الموضوع كما سبق أن قلت لكن هنا في القصيدة شيء أنه هذه قصيدة موقف خلينا نقول أنه يعني لأنه الحدث فيها لم يتطور على الإطلاق يعني أنت كل بيت والبيت الثاني والثالث والآخره كلها وقعت في نفس الموقع لأنك أنت بتصف
وصف للحظة لموقف ما إلى آخره. ولذلك وجدنا أنه المعاني تتكرر من البداية للنهاية بشكل كثيف جدا. يعني لما قلت أنت شوف ليل المعنى في غيابك طويل، بعد يعني في آخر الثلث الثاني من القصيدة قلت طول الوقت وابطأ عيد وصل خليل، بعدها برضو قلت سكتني لمنياتي والليالي طوال، فهذا كله تكرار. في تكرار ثاني لا مجال لنا نعده، والمفروض أنه التطور الحدث عندك أو الموقف يكون أكثر جمالاً، لأن هنا الأمور بدأت تعيد نفسها بنفسها. أشكرك وأتمنى لك التوفيق. بداية أحيي جميع المتابعين والحضور، أتمنى التوفيق لكم جميعاً إخواني شعراء اليوم. تيسير هذه القصيدة يعني من القصائد اللي ممكن نقول أنها مبنية، أو اتجاهك أنت في الموقف هذا قائمة على حب لغوي، أو يعني هي ليست تجربة، لكن وكل هذا يدخل في مجال الوصف المعتمد على اللغة بشكل كبير. والدليل اعتمادك الواضح على المحسنات البديعية في القصيدة، وبالذات على المقابلة والطباق في صياغتك الأبيات. هذا ما ينفي السلاسة الموجودة في القصيدة والإيقاع أيضاً الوزني الموجود، هذا الإيقاع الجميل أيضاً، وأيضاً جمال الصياغات، جمال العديد من الصياغات. وأعتقد أنك ممكن تكون أجمل بكثير لو ابتعدت عن بعض الصياغات اللي صارت مستهلكة لكثرة استخدامها، مثل في وصالي بخيل، هذا على سبيل المثال لا أكثر. في بيت أنا حاب أسألك عن وجهة نظرك أنت في صياغتك وتشبيهك لها، تشبه الانتظار وفتنة الارتحال. شو وجه التشبيه؟ يوم تحدث أن تقول أن المحبوبة تشبه الانتظار وأيضا فتنة الارتحال. تشبه الانتظار، الانتظار دائما في الشخص المنتظر دائما يكون فيه يعني توتر، متوتر هذا الشخص مع أنه ما يتحرك كجسد أو، لكن هو مقيم ومتوتر. فتنة الارتحال، هو الإنسان دائما يسعى أنه في الارتحال يكون متغير، الحالة متغيرة، النفسية متغيرة، يكون يعني ارتحال الشخص مختلف دائما عن الانتظار. الانتظار موتر، ولا الارتحال يكون فيه فتنة، فيه راحة، فيه هذا تفسير البيت. شكرا، لكن انا ما اشوف ان يعني هذا التشبيه والشرح كان موفق، لكن عموما القصيده فيها من الجمال ما يشفع لها. شكرا لك. تيسير، بس خليني ابارك لاخوي الغالي جمع الغويس ومانع، يستاهل هذا التكريم، وندل على شيء يدل على عطاء ابو مانع في مجال الشعر والادب، وهو بحد ذاته تكريم للشعر وتكريم للروح الوطنيه عند الشاعر. أبو مانع في الفترة الأخيرة كان موقف البطل المناضل في نصوصه الشعرية للأمانة في كل المحافل. أهنيه وأحييه على هذا التكريم، هو يستاهل أبو مانع فعلا، هو تكريم للشعر بشكل عام، وكل شاعر يحق له أن يفتخر في هذا التكريم المتمثل في المبدع جمعة أبو مانع. تيسير النص جميل جدا، أنا كأني أشوف الأردن عينهم على البيرق هالسنة، يعني ثاني هم يستاهلون، ثاني متأهل في التصويت، وها أنت تواصل مسلسل الإبداع الأردني. طبعا الأساتذة تكلموا عن النص وعن فنيات النص، فعلا تيسير الفراق أنت تكلمت، اترك اللي تبقى من غيابه تعال شوف ليلة المعنى في غيابك طويل، كأنك تعيد نفسك، وهو الألم ما زال معاك من البداية إلى النهاية، المعنى يتكرر بشكل آخر. في اعتمدت أيضا على المتضادات في القصيدة، يا قريب وبعيد، وممكن ومستحيل، ما جهلتك حقيقة أو فهمتك خيال، كثير تكررت في أبيات القصيدة. أيضا جيت يمك فقير وفي ديني سلال، ردني للسنابل والزهر والنخيل. لو بدأ ردني ودني للسنابل، أنا فهمتها ردني يعني رجعني مرة ثانية، رجعني هو أنا قصدت فيها الرجوع مرة أخرى. يعني أحيانا الشخص أحيانا ردني، ودني هي يعني أنت تكون في حالة ود قريب من هذا الشخص، لكن ردني أنت تطلب منه هذا الطلب لما يكون أنه جافي أو بعيد عنك، أنت تقول يعني تطلب منه طلب مباشر بغير التودد يعني.
لا هو الشطر الأول جميل جدا، جيتك يمك فقير وفي دين سلال، أنت تطلب أنه يملى السلال، وهي طبعا تعبير عن تبي الوصل في أي طريقة وأي حال من الأحوال. عموما تيسير ما قصرت، والحضور كان جميل جدا. صاحب الحاجة لحوح في أي ما في شك. أنا تمنيت أنها ودني للسنابل يعني للمحاصيل، وحتى أجني محاصيل الوصل وإلى آخره. النص جميل والله يوفقك تيسير. الله يوفقك مثل ما قالوا أساتذتنا، وصح على لسانك شاعرنا، وشكرا لكم أساتذتنا. متعرف على سؤالك شاعرنا؟ السؤال شاهدينا يمكن يشوفونه عبر الشاشة، وين استلمت السؤال؟ لي عيب الشعر يندب لي سؤال من كتاب أو أحاديث تقول، بيت شعر للشاعر يعقوب الحاتمي، اكتب رأيك فيما قاله الشاعر في البيت السابق في ثلاثة أبيات على الوزن والقافية نفسها. ما يصح إلا الصحيح ولا يقال غير أن الشعر إحساس وذهول، ما يعيبه من عرف قدر الجمال، يأسر الإحساس ويهز العقول، عيبه أنه يفتح آفاق الخيال، في مدار الفكر له بيد وخيول. سلامتك. صح الله لسانك شاعرنا. صح الله.